من هو آخر ضيف سيأتي إلينا في هذه الدنيا؟ والمشكلة منو؟ ما نقول منو، المشكلة على أي حال سيدخل إلينا. نحن اليوم لو يبي يجينا ضيف كبير، شخصية كبيرة، نستعد ونلبس ونتجهز، والدوانية والبخور والطيب عشان نستقبل الضيف. هذا الضيف ما يقول لك متى راح يجي، هذا الضيف ما راح يستأذنك لما يدخل، هذا الضيف يدخل عليك في الغرفة، يدخل عليك بغرفة النوم، يدخل عليك في الدوانية، يمكن يزورك بالسيارة وانت راكبها، يمكن يجيك في الملعب وانت قاعد تلعب، يجيك على طاعة على معصية، ما عنده فرق، يأتيك في وقت محدد عنده، لكن انت ما راح تعرفه. هذا آخر شيء راح تشوفه في هذه الدنيا. من هذا الضيف؟ إنه ملك من ملائكة الله عز وجل، اسمه الصحيح ملك الموت، وكفى لاسمه رهبة ورعبا. كل منا سيراه، يراه عند رأسه قبل أن تخرج الروح من العين. آخر شيء قبل ملك الموت راح يشوف ملائكة أعوانه، مد البصر إما بيض وإما سود الوجوه، لكننا نتكلم عن الزائر الأخير بعدهم الذي يجده الإنسان فجأة عند رأسه، فيسأله داخله يقول: من أنت؟ شو اللي جابك؟ أنا بروحي، من وين طلعت؟ أنا على الفراش، شلون دشيت؟ الباب مسكر، منو أذن لك؟ دخلت بدون استئذان؟ زين لحظة 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 لحظة، شو تبي تسوي؟ أنا عيالي في الغرفة الثانية بس أناديهم، أعطني دقيقة بس، أعطني دقيقة، في شيء أبي أسويه ما سويته. هذا الضيف كلمح البصر يأتي، وكلمح البصر يفعل ما أمره الله به. من هو؟ إنه ملك الموت. يروى أن الملائكة تهابوا منه، الملائكة مو بس البشر، إنه ضيف ترتعد منه النفوس وتضطرب منه الجوارح. يقول مجاهد رحمه الله: ما من بيت على وجه الأرض، شجر ولا وبر ولا طين ولا حجر، إلا يدخل إليه ملك الموت، يمر عليه ملك الموت كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار. مليارات البيوت، إيه مليارات البيوت. يقول مجاهد: كل يوم يمر على ملك الموت مرتين، فإذا كان في واحد انتهى وقته أخذ وياه. تقول: شيخ، بس ملك واحد لكل الملايين اللي قاعدين يموتون؟ إيه ملك واحد عنده القدرة إنه يأتي إلى أي إنسان في أي لحظة فجأة بلا مقدمة فينزع منه الروح. ما في مقدمة يصير مريض، ما في مقدمة قلبه شوي شوي يخف، لا لا، مو كل الناس، أصلاً أغلب الناس بدون مقدمة، تلقى صغير قاعد يضحك فجأة طاح ومات. من اللي مر علينا؟ مر علينا ملك الموت، تلقى قاعد يغني والجماهير تحييه وقاعد على الكرسي ومسك العود، مر على ملك الموت، اختاره من بين الناس، تلقى قاعد يلعب ويشوت الكرة ويرمي وفجأة مر عليه ملك الموت من بين الجماهير، تلقاه قاعد يضحك بين أصحابه سقط، تلقاه في مؤتمر طاح، تلقاه يسوي درس مات، تلقاه رايح الحرم ولابس إحرامه وداخل مستانس يبي يعتمر الحين، سابقة ملك الموت عند الباب، ما راح تدخل حتى الحرم، لكن ما عليه، أنت الحمد لله أحرمت، راح دش المسجد ينتظر الصلاة، خذ يصلي السنة تلو السنة تلو السنة، حتى إذا سجد زاره ملك الموت. خشوف هذا التقرير وكل الصور اللي راح تشوفونها ترى فيها ملك الموت، أفلام اللي راح تشوفونها الحين كلها صورت وملك الموت حضر، إحنا ما نشوفه ترى، لكن هذين اللي الحين راح تشوفونهم ترى كلهم شافوه، شافوه والعياذ بالله. إن كان مؤمنا تقيا راح يشوفه حسنا الوجه، وإن كان فاجرا شقيا راح يشوفه بمنظر يتمنى أن لو لم تلده أمه، تعود به الذكريات. ما حطينا شيء تمثيل، حطينا المقاطع الحقيقية، وشوفوا الغريب
إن كل هذيل ماتوا بغير أي مقدمة. في تلك اللحظة استقبلت ضيفا لم أكن أتوقع وصوله. حينها مر علي شريط ذكرياتي بسرعة. وانكشف عني الغطاء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم، إنني أرى ملك الموت. لم أستطع أن أتحرك أو أتكلم مع من حولي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. كنت أتمنى ولو لدقيقة أن أخر فيها ساجدا لله تعالى. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، فقد فات الأوان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما أقرب الموت جدا أتاك يشتد شدا يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى يا من يراح. ملك الموت كان آخر ضيف استقبلته في هذه الدنيا، فهل أنت مستعد لاستقباله؟ تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. بينما هو جالس بين أولاده وأحبابه يضحك معهم يلاعبهم ويلاعبونه، فجأة إذ رأى عند رأسه ملك الموت ظن أن من حوله رآه مثله، لكنهم لم يرونه ينادونه، فإذا هو قد علم أن الرحيل قد أزف قال له: أنا ملك الموت. يسمعه من حوله يصرخ لا يعلمون لما، أو يبكي لا يدرون لما. انهارت قواه ذلك المتجبر، ذلك الطاغية، ذلك القوي، انهارت قواه كلها. سقط من على فوره كأنه خشبة، بدأت العينان تذرفان وشخصتا، نظر إلى ملائكة مد البصر، كان صالحا فهم بيض، وإن كان فاجرا فهم سود، قد أخافوه. ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ أسرع من حوله يريدون إرجاع النفس وإرجاع القلب مرة أخرى. الطفل قد انطرح على صدره، ابنه يناديه وهو في عالم آخر،
هو ينظر إلى ملك الموت الآن، هو ينظر إلى الملائكة تجر وتسحب الروح لينتظرها في اللحظة الأخيرة ملك الموت عند رأسه جالس، أعاذنا الله وإياكم. ينظر إلى من حوله يبحثون عن الطبيب، جاء الطبيب صدمة كهربائية، جاء من يسعفه بالنفس، وضعوا الأكسجين، حاولوا إيقاظه، بكت الطفلة، يا أبي لما لا تجيبني؟ بكى الابن الصغير، بابا بابا رد علي، هل ستشتري الهدية التي وعدتني إياها؟ جلست الأم تنوح، والأب جاء بالطبيب، تجمع من حوله وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يمكن بالأسعاف مدخلين بسرعة بسرعة طوارئ، يبون يلحقون عليه وهو قاعد يطالع ويدري إنه ما في فايدة. هو شاف الآن شيء في عالم الغيب هم ما شافوه، يطالعهم بسرعة بسرعة بالسرير، ودخلوا بالطوارئ وبالصدمة الكهربائية، وتجمع الأطباء ونادوا من اللي لحق عليه، نادوا الطبيب، نادوا المعالج، من راق؟ من يرقيه؟ من يداويه؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. هو يعلم أنه الفراق، أنها آخر لحظاته في هذه الدنيا. والتفت الساق بالساق، والرايح إلى ربك يومئذ المساق. ملك الموت كلمة، أما يقول له أبشر، أبشر برضوان من الله ورحمة، أبشر برضوان من الله وجنة، أو يقول له أبشر بسخط من الله وغضب. يا الله يا جماعة، هذه اللحظة ترى يمكن الليلة، ها وحنا نايمين فجأة تقوم تلقى قاعد عندك، يمكن باكر الصبح، وفي ناس تقرأهم الوفيات كل يوم، وبعضهم يمكن قاعد يطالعني الحين. لا تقول أنا صغير، اقرأ الوفيات شوف الأعمار. لا تقول ماني مريض، وأكثر اللي ماتوا كانوا مرضى. لا تقول أنا مستعد، لا خل كل وقتك مستعد. أنا أقول هذا الكلام للي للحين أمه وأبوه زعلانين عليه عاقهم، أو اللي للحين عليه صلوات ما صلاها، أو اللي للحين حاط جهاز تليفونه وكمبيوتره وعنده بنات وعنده معاصي ذنوب. أنت جاهز مستعد؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، بس يا رب دقيقة لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ملك الموت الزائر الأخير، جاينا جاينا، قادم لا محالة، هو آخر ضيف في هذه الدنيا راح تشوفه فجأة بغير أي مقدمات. كن مستعدا، كن متجهزا. من تاب تاب الله عليه. هذا رجل، أختم بهذه القصة، جاي من ليبيا في الحج الماضي، شيخ من الدعاة إلى الله، قد شاب في الإسلام، يدعو إلى الله طوال عمره، جار العمرة ينتظر الحج، بعد العمرة أن تحلل منها طاف بالبيت ثم صلى العشاء، وهو في سجوده قبض الله عز وجل روحه. هنيئا لهذا الميت، ويا بؤس وشقاء من مات وهو على معصية الله عز وجل. فاصل ونرجع لكم